ماشي في الشارع وفجأة حد ضربك بالقفا، هتعمل ايه؟ حد ضربني بالقفا؟ هروح اديله القفا اللي ضربه. لا ربنا يسامحه. بس طيبين قوي. هضربه بالقفا، هطلع عين امه. هديله 50 قفا على قفاه. على حسب صحته والله. لو انت ماشي في الشارع واحد ضربك على قفاك هتعمل ايه؟ هضربه على قفاه برضه. اقل حاجه هديله بالقفا، ده اقل حاجه يعني. لو ما جبتوش الارض فرجت عليه الشارع كله. لو عيل كده طوي من المعادي ولا حاجه عادي هنتعامل معاه. لو عيل بقى جامد وكده خلاص بقى المسامح كبير. ومشي ولا وقف؟ اكيد ما كانش يقصد. ده عبيط ده ولا ايه؟ هو لو وقف انا اكيد يعني هيبقى رد فعل هضربه على قفاه. طب ولو مشي هتسيبه ولا تجري وراه؟ لا لو جري خلاص بقى انا هعمل له ايه. لو ماشي في الشارع وفجاه حد اداك بالقفا هتعمل ايه؟ هو للاسف احنا كمصريين كلنا بناخد بالقفا يعني. انت دلوقتي ماشيه في الشارع واحد راح مديكي بالقفا فجاه كده هتعملي ايه؟ هرده له الضعف. حقيقه هرده له الضعف يعني. مش هتخافي طيب؟ لا اخاف ليه، ما هو اللي بدا. وبعدين جرأة حلوه يعني. جرأة حلوه مفيش كلام. لو خطيبك ماشي معاكي وحد ضربك بالقفا، لا هو اللي يرد، انا ماليش دعوه بقى يعني. انت اللي ضربتي مش هو. ما هو اللي يرد برضه، لان انا تقريبا هبقى عامله له احترام اللي هو ماشي معايا. بس هو لو ما عملش حاجه انا اللي هعمل يعني هو بس يقول لي اللي هو مش هيعمل حاجه. ولو خطيبتك ماشيه معاك في الموقف ده ونفس الواحد ده ضربك بالقفا برضه، هيكون نفس رد فعلك هو هو؟ لا هيختلف بقى، ممكن يكون هو ضرب قفا، ممكن اديله 2-3 كده يعني. اضربه بالقفا واخدها واجري. لا خطيبتي؟ لا ازاي ده، لو خطيبتي ده انا دغدغ الدنيا. ازلزل الزلازل. خدها وامشي مثلا. هضربه وهموته. هديله بنيات في وشه. هشوه له وشه. هدمره. معايا مثلا خطيبتي او كده، لا العلقه هتبقى 10 علقات مثلا. ما انا خليه يتروح وانا اجري وراه مش غير كده. خد القميص وجري، خد القميص وجري.